ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة خولة بوشتا. اليوم سنجيب على سؤال مهم جدا يطرح في أغلب المقابلات الشفوية والكتابية، وكذا في المقابلات الخاصة بتقييم آخر السنة. والسؤال هو كالآتي: ما هي الاستعدادات القبلية لتنشيط الأنشطة التربوية؟ الأنشطة التربوية كتعليم حرف ما أو عدد ما أو تعليم مفهوم ما كمفهوم الأحجام. هذه الاستعدادات اللي كيديرها المربي والمربية قبل تنشيط الأنشطة التربوية هي تمر عبر 7 خطوات. أولها الاطلاع القبلي على الدليل، قراءة محتوى المشروع التربوي والبطاقة التقنية الخاصة به، ضبط مرجع الكفايات، الاطلاع على التوزيع السنوي للأنشطة، الاطلاع على الجداد التربوية للنشاط، إجراء الإضافات والتعديلات اللازمة إذا استدعت الضرورة، ثم تكييف الأنشطة التربوية. قبل أن أسترسل في الكلام، نبغي نرحب بالناس جدا، نقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتكم، قناة الأستاذة خولة بوشتا. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بأي جديد. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وكذا مشاهدة الفيديو إلى آخره، ثم مشاركته مع جميع الأصدقاء من مربي ومربيات التعليم الأولي. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لأول خطوة وهي الاطلاع القبلي على الدليل، لماذا الاطلاع القبلي على الدليل؟ أولا للاستئناس به، ثانيا لمعرفة مكونات الدليل، مما يتكون الدليل، هذا الدليل الخاص بالتمهيدي الأول، وكاين الدليل الخاص بالتمهيدي الثاني واللون ديالو يكون أزرق. بالنسبة للخطوة الثانية وهي قراءة محتوى المشروع التربوي والبطاقة التقنية الخاصة به. بالنسبة للمشروع التربوي، إذا قلنا المشروع التربوي نذكر بالأساس البطاقة التقنية الخاصة به وكذا خطاطة المشروع. بالنسبة النقطة الثالثة وهي ضبط مرجع الكفايات، هذا مرجع الكفايات يتضمن الكفايات المستهدفة من ماذا؟ من البرنامج التربوي الخاص بالسنة الدراسية، يعني خلال سنة، وخاص بكل مجال من مجالات التعلم الستة، وهو يوجد ويتوفر في الدليل، كيكون في آخر الدليل، يكون في آخر الدليل. نديرو عليه واحد الطليلة للاستئناس. مرجع الكفايات هو عندنا هنا المجالات، وكل مجال فيه الكفايات المستهدفة كما قلنا خلال سنة، وفيه الفترة المحددة مثلا من شهر شتنبر إلى شهر ماي، وجميع المجالات عندنا استكشاف الذات والمحيط، تنظيم التفكير إلى ما غير ذلك. بالنسبة للإطلاع على التوزيع السنوي للأنشطة، التوزيع السنوي للأنشطة كنقصد به من خلال التسمية ديالو التوزيع السنوي، باين يعني توزيع الأنشطة المدروسة والتخطيط ديالها خلال سنة أو على مدى سنة. بالنسبة لهذا التقسيم يعني ديال المشاريع ولهذا التوزيع السنوي، كيكون حسب مجموعة من الأمور، حسب الدورات الدراسية، يعني كاين عندنا الدورة الأولى والدورة الثانية، حسب اللغة المدروسة كما كتعرفوا بأن من المبادئ الأساسية ديال المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي هو تدريس باللغتين عربية وفرنسية، ثم المستوى الدراسي إما تمهيدي أول أو تمهيدي ثاني. لماذا الاطلاع على التوزيع السنوي، أو لماذا على المربي أن يطلع على التوزيع السنوي وهو أيضا يوجد في الدليل، يوجد أيضا في الدليل لمسألتين. الهدف منه هو معرفة الهدف، عفوا معرفة المدة الزمنية الخاصة بكل مشروع تربوي. عندنا 4 مشاريع تربوية باللغة العربية و4 باللغة الفرنسية لكل مستوى تعليمي،
يعني كنعرفوا المدة الزمنية الخاصة بكل مشروع. تسهيل وتنظيم عمل المربي وفق استراتيجية واضحة، يعني المربي ما كيبقاش فواحد الارتجالية، وإنما كيولي العمل ديالو منظم وميسر، كتولي عنده صورة واضحة على المشاريع اللي غادي يخدمها خلال السنة الدراسية. النقطة الخامسة والتي تخص الاطلاع على الجثث التربوية للنشاط. بالنسبة للجثث التربوية للنشاط أيضا تتوفر في الدليل، والتي تسمى أيضا بسيرورة النشاط أو البطاقة التقنية البيداغوجية. وهذه الجثث هي واحد الوثيقة تربوية، واحد الإطار مرجعي يرجع إليه المربي في كل نشاط. بالنسبة للإجراءات، الإجراء الإضافات والتعديلات اللازمة إذا استدعت الضرورة، وهي الخطوة السادسة. هذه الإجراءات والإضافات كتكون على مستوى الأنشطة التعليمية أو الأنشطة التربوية. هذه الأنشطة التربوية متى نقوم بإضافات وتعديلات عليها؟ كمثال، في النشاطات اللي كتكون عندها علاقة بالخرجات التربوية، بحال خرجة إلى السوق. أنا كمربية ما يمكن ليش أنني ندير خرجة إلى السوق بواحد العدد ديال الأطفال ودون ترخيص، يعني فيها صعوبات على المربية، وبالتالي ممكن أنني ندير تعديلات وندير النشاط في القسم مثلا بملصقات تربوية، أو لأنني نحاول نوفر داك الجو ديال السوق مثلا بتوفير بعض الخضار والفواكه اللي تكون إما حقيقية أو بلاستيكية على حسب ظروف كل مربية. النقطة الثانية، من كيكون داك السيرورة اللي عطينا، يعني الجدد اللي عطينها لنا ما كتوافقش خصوصية المنطقة. مثلا المربية تشتغل بواحد المنطقة لي منطقة لمحافظة، وعندنا مثلا أتعرف على بلدي المغرب، عندنا مثلا التعرف على فولكلور ولا بعض الرقصات التقليدية واللي معروفة في كل منطقة ولا في المغرب عموما. بحكم أن المنطقة مثلا محافظة ما يمكنش ندير معهم ذاك النشاط، وبالتالي يمكن ندير عليه تعديل. مثلا ممكن أنني نوريه لهم غير في ملصقات في شريط فيديو، مهم ما ينطبقوش مع الأطفال احتراما لخصوصية المنطقة. كذلك ديك السيرورة ما تكونش كتوافق خصوصية القسم، ممكن القسم يكون ضيق ما نقدرش ندير فيه شي نشاط معين، خصوصا اللي كانت أنشطة كتعلق بالسلوك الحس حركي. أيضا واللي مهمة جدا هي قدرات الأطفال. الأطفال قدرات ديالهم كتختلف من طفل إلى طفل ومن مربية ومربية. يعني أنا كنحاول النشاط خصو يكون ضروري يوافق قدرات الأطفال، يعني لما كانش كيوافق قدرات الأطفال ممكن أنني ندير عليه إضافات أو تعديلات. في حالة إلا درت إضافات أو تعديلات على مستوى الأنشطة التربوية، على المربي أولا يوثق هذاك التعديل في المذكرة اليومية في الخانة الخاصة بالملاحظات. النقطة الثانية أنه يحترم الكفايات والأهداف الخاصة بذاك النشاط. كل نشاط عنده أهداف، مثلا عندي أهمية النظافة، الهدف من ذاك النشاط هو أن يتعرف الطفل على أهمية النظافة. ألوغ أنا إلا كنت غادي نبدل النشاط خصني نحافظ على نفس الأهداف. نقطتين، غيرت عدلت، غادي نديرها في المذكرة اليومية في خانة الملاحظات، ثم احترام الكفايات والأهداف الخاصة بالنشاط. والنقطة الأخيرة وهي تكييف الأنشطة التربوية. بالنسبة لها تكييف الأنشطة التربوية بإذن الله غادي نحاول ندير لكم عليه فيديو خاص اللي نقدروا نتقربوا به للمفهوم أكثر. مهم التكييف الأنشطة التربوية كيتعتبر هو من أحد الأساليب ديال التعلم للمربي، كيراعي فيها مجموعة ديال الأمور، الخصائص والحاجيات ديال الأطفال مع مراعاة الفوارق الفردية ديالهم. وهذا الأسلوب اللي قلنا هو أسلوب تكييف الأنشطة التربوية كيعتمد على استراتيجية التعلم النشط. فاش كنقولوا تعلم نشط يعني اعتماد تقنيات التنشيط، تنظيم فضاء القسم وتنظيم الزمن. وهكذا نكون قد أجبنا على سؤال ما هي الاستعدادات القبلية لتنشيط الأنشطة التربوية، وذلك عبر 7 خطوات. في القناة يوجد مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالاستعدادات لتقييم آخر السنة أو الاستعدادات للمقابلة الشفوية، وبإذن الله تعالى سيكون هناك مجموعة من الفيديوهات لهذا الغرض.
لا تنسونا بوضع زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، أيضا تعليقاتكم الجميلة لتحفيزنا.